يا اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. دكتور محمد جواد جمشير حياك الله معنا. يا اهلا فيك دكتور محمد، حياك الله. الله يسلمك الله يحييك. دكتور حضرتك اختصاصي اول في جراحه العظام وايضا الطب الرياضي، هذا التخصص الجميل. دكتور تكلمنا في حلقات سابقه عن الكثير من الاصابات، لكن اليوم نتكلم عن اصابه ما تكلمنا عنها من قبل وهي المشكلات الصحيه اللي تصير في عظمه الترقوه. كلمني عن هذه المشكله دكتور. طبعا عظمة الترقوة هي العظمة اللي توصل بين القفص الصدري واللي هو الكتف نفسه. هذه العظمة عادة ما تكون سطحية، محسوسة هنا بشكل سطحي. العظمة هذه لها عدة إصابات، ممكن تكون إصابة الكسر أو ممكن يصير فيها خلع من الجزء الأخير من عظمة الترقوة، فيعتمد على نوع الإصابة. عادة ما المريض إذا طاح بشكل مباشر على كتفه احتمال كبير انه يصير عنده اللي هو الخلع او الكسر بالترقوه. ممتاز دكتور، احنا دائما نشوف يمكن حتى فئه الاطفال اي طيح على الصدر ممكن هذه العظمه يمكن هل هي لانها يمكن ضعيفه او بارزه بهذا المكان، اي طيحه ممكن تصيره ممكن ينكسر عنده هذا المكان او هذه العظمه وتلتئم بوقت سريع جدا. دكتور ليش؟ سبحان الله. صحيح، هذه العظمه اساسا بعدها مرات نشوفها من الولاده، يصير عندهم في ناس بعض الاطفال يكون عندهم كسر بالترقوه اذا كان في مشاكل اثناء الولاده، فيعني هالحالات هم نشوفها بالاطفال وحديثين العمر. طبعا عند الاطفال سبحان الله عندهم قابليه كبيره للتشافي. اغلب الاصابات اللي تصير بالاطفال او بالكسور ممكن تتشافى بشكل تام وسريع. يعني بالكبار مثلا ممكن الكسر يجبر خلال شهرين، بالاطفال خلال اسبوعين ثلاثه الكسر يجبر، فسبحان الله عندهم قدره كبيره للتشافي. ممتاز. دكتور بالنسبه حق هذه الاصابه شنو المؤشرات الخارجيه اللي انا مثلا صار عندي طيحه معينه على الكتف او حتى على الصدر وقمت الاحظ اشياء معينه، شنو الاشياء اللي انا الاحظها اللي هني لا يستدعي اني انا اروح حق طبيب مختص اسوي بعض الاشعاعات عشان اتاكد من اصابتي؟ عادة مع المريض يصير له اصابه قويه، طيحه مباشره على الكتف او طيحه على ايده وهو ساند على ايده، فيسمع صوت مثلا صوت كسر او صوت مثل كراك يسمعه يكون شيء ملحوظ بالنسبه له، بعدها يبلش الم شديد بمنطقه الترقوه الجزء العلوي من الكتف. طبعا يصاحب هالشيء عدم قدره على حركه الايد، ممكن يكون في انتفاخ، اثار كدمات، او ممكن حتى يكون لانها عظمه سطحيه ممكن يكون الشكل مختلف بالنسبه له. فلما يشوف المريض كذي عادة لازم الواحد يراجع المستشفى لعمل الإجراء اللازم. ممتاز. دكتور في بعض الأحيان يقولون هذه العظمة البسيطة أو الصغيرة ممكن تسبب مشكلات صحية إذا صار في الكسر ونزلت على الرئتين، ممكن تسبب ثقب في الرئتين أو مشكلة تحت. كلمني عن هالنقطة هذه دكتور. إحنا طبعا هذا الكسر عادة ما يكون يعتبر أغلب كسور الترقوة تكون بالجزء الوسط، وهذا الجزء له قابلية كبيرة إنه يتشافى عن طريق العلاج التحفظي. الإصابات هذه اللي ذكرتها دكتور محمد عادة ما تحدث لما يصير عندنا خلع مفصل الترقوة من جهة الصدر، الجهة الداخلية حق مفصل الترقوة. طبعا هم نفس الشيء يعتمد هل الترقوة هذه انخلعت للجهة الأمامية إلى الجهة الخلفية. عادة إذا كان الخلع للجهة الخلفية هني ممكن يحدث هالشغلات إنه يضغط على أعضاء مهمة أو مثلا يسوي انسداد بالشرايين نفسها اللي تروح حق الرأس أو الرقبة. ممتاز. دكتور المشكلات هذه اللي تصير في عظمة الترقوة هل لها علاقة في الجانب الجيني الوراثي أو ما لها علاقة؟ لا لا، عادة هذه تكون بسبة إصابة، إلا إذا يعني بعض الأشخاص يكون عندهم مثلا أمراض معينة بالعظم تصير ممكن بسرعة جسمه تلقى يتكسر واحدة منهم هذه العظمة. أو أدوية معينة ممكن يأخذونها دكتور تأثر على قوة العظام مثلا؟ الأدوية كذلك لا، عادة ما لها علاقة، أكثر شيء بسبة الإصابة نفسها. ممتاز. دكتور راح نتكلم عن الحلول والطرق العلاجية إن شاء الله لكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيق مع دكتور محمد جمشير. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، عدنا من بعد الفاصل. دكتور محمد تكلمنا عن المشكلات اللي تصير في عظمه الترقوه، لكن دكتور
لو الحين احد لا سمح الله صار عنده هذه المشكله وحس انه في كسر او مشكله صحيه صارت في عظمه الترقوه وراجعكم العياده، شنو اول شيء تسوونه له كتشخيص دكتور؟ طبعا عقب ما ناخذ التاريخ المرضي حق المريض ونشخص حالته ونفحصه عن طريق الفحص السريري او الكلينيكي، عقب ما نشخص الحاله هل نشوف هل هي اصابه كسر ولا اصابه خلع. من ناحيه اصابات الكسور عاده ما يصير الكسر مثل ما قلنا بالمنطقه اللي هي المنتصف من عظمه الترقوه، وهذا الكسر عاده ما يتشخص بالتاريخ المرضي والاشعات، الاشعه تكون واضحه، العظمه متحركه، العظمه عاده ما تكون ملاصقه حق بعض، لما تنكسر ممكن تروح فوق او تحت على حسب نوع الاصابه. هذا من نوع الاشعات العاديه دكتور وليس مجرد اشعات عاديه نحتاج اذا كان كسر بالترقوه. طبعا اذا شخصنا المريض عنده كسر بالترقوه، قبل كان العلاج القديم انه يربطون الايد بشكل معين ولازم ما يحركها، ولكن حاليا بصراحه مع التطور الطب شافوا انه ماكو فرق اذا المريض لبس علاقه او سوى الربطه المعينه هذه، فبصراحه ان المريض يلبس العلاقه ويكون مثبت ايده ومع الوقت ان شاء الله يتشافى باذن الله. ممتاز، دكتور متى يصير في تدخل جراحي؟ في بعض الحالات اللي تحتاج تدخل جراحي حتى يكون طارئ شوي، اذا كانت مثلا مرات مع الكسر العظمه تجرح الجلد وتطلع برا الجلد، فهذا هني للخارج هذا لازم يحتاج تدخل سريع، او لا سمح الله لما يصير في اصابات عصبيه او اصابات دمويه هذا ايضا هالشيء يحتاج تدخل سريع، فعلى حسب نوع الاصابه. بس اغلب الحالات مثل ما قلنا تقريبا 90% من الاصابات تحتاج بس مجرد العلاج التحفظي، حتى لو كان مرات العظمه شوي متحركه تعتبر بالنسبه لنا مقبوله، احنا لنا طريقه معينه نقيسها بالاشعات نحدد اذا كانت هذه العظمه مقبوله ولا مو مقبوله، هل نقبلها بالعلاج التحفظي ولا لا تحتاج تدخل جراحي. ممتاز دكتور، هل مرت عليك حالات انها تكون مكسوره عظمه الترقوه من الجانبين مثلا؟ اعتقد اذا صارت هذه الاصابه اعتقد دكتور ان هذه يمكن من الضروري جدا ان تصير في عمليه جراحيه. طبعا الكسور متفرقه، ممكن يكون كسر بسيط او كسر معقد او مثل ما انت شرحت كسرين، مرات يكون في كسر بالترقوه وكسر بعظمه الساعد، فهذا طبعا هم يحتاج تدخل جراحي، ولكن اغلب الحالات تكون بصراحه كسر بسيط ومثل ما شرحنا يحتاج بس مجرد العلاج التحفظي. احنا مرات نشوف كسر مع خلع اللي هو على طرف عظمه الترقوه من جهه الكتف، هذا الشيء نحتاج نحدد شدته، هل هو كسر وخلع درجة بسيطة ولا درجة شديدة؟ لأن الدرجات البسيطة أيضا تحتاج بمجرد العلاج التحفظي عن طريق تثبيت الإيد، لو كان الخلع أو الكسر شامل خلع بالمفصل ومتحرك بدرجات كبيرة لا والله هذا يستدعي تدخل جراحي. ممتاز دكتور، دائما لما نسمع عن الكسور في احد القدمين دائما نسمع البراغي او قطعه بلاتين ممكن تكون موجوده، لكن نسمع في ناحيه قليله جدا اذا في مثلا الترقوه او الكتفين، ولا تستخدمون دكتور هذه البراغي وهالقطع هذه اذا صارت كسور قويه مثلا في هالاماكن؟ طبعا احنا اذا صار عندنا كسر بالترقوه عاده ما نستخدم اللي هي الشريحه والمسامير عشان تثبيت الكسر، ولكن لو صار عندنا مثلا خلع بمفصل الترقوه الحمد لله بسبب تطور الطب هالعمليه قمنا نسويها عن طريق المنظار فتحات صغيره، ونستخدم حتى مثل حبل وزرارين عشان يثبت مفصل الترقوه، فعمليه تعتبر يعني متطوره، قبل كانوا يعالجونها عن طريق فتح وشريحه كبيره على اساس يثبتون بس المفصل هذا. ممتاز دكتور، كونك جراح العمليه هذه اللي شرحتها تو الحين تقريبا في غرفه العمليات ايش كذا تاخذ توقيت؟ يعني هذه العمليه تاخذ لها تقريبا الحمد لله يعني تخلص بسرعه، ممكن تاخذ لها ساعه الا ربع تقريبا. ممتاز، بالسابق دكتور ايش كذا كان تطول؟ بالسابق شوي تطول زياده، وطبعا العيب مو بالوقت، العيب انه كان التغيير اللي هو كان نستخدم معدن، هذا المعدن شوي كان سيء حق مفصل الترقوه نفسه، كذلك انه يكون الجرح وايد كبير، غير ان الحين الطب تطور اغلب الشغلات هذه ممكن تتعالج عن طريق مناظير فتحات يمكن نص سنتي ما تحتاج جرح كبير. دكتور محمد جواد جمشير انا اشكرك على سلسله الحلقات هذه اللي قدمتها ويانا. حياك الله دكتور محمد، شرف فيك. الله يسلمك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين وصلنا حق نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله، مع السلامه.